موضوع التعليم والمجال التكنولوجي راح ينذهل بكمية التطوير اللي عم بتتم في مجال التعليم، لحد ما وصلنا لمرحلة انه الطالب اذا بده المعلومة بطل يدخل على النت ويبحث عنها، لا اي جوزوها الطلاب من زمان، صار يمسك موبايله ويحكي للموبايل اعطيني بابا او اشرح لي عملية تعاقب الفصول الاربعة بس، والموبايل بيطلع لك الموضوع كاملا مع الصور مع الصوت مع الشرح مع الفيديوهات. وبهاي الحالة اذا انت ما كنت استاذ مقنع داخل الغرفة الصفية وبعدك بتشرح الامور بالطريقة التقليدية اللي من خلال القلم ومن خلال اللوح ومن خلال الطبشورة واللوح، انت ما راح تكون معلم مقنع ابدا ولا راح تكون مدرسة مقنعة نهائيا. حوسبة المناهج هي ليست تصوير للمنهاج، حوسبة المناهج هي منهاج وزارة التربية والتعليم 100%، ولكن قمنا بمعالجة مئات المفاهيم والأفكار، وهذه المفاهيم والأفكار حوسبناها بحيث بدل ما كانت تعرض للطالب بطريقة تقليدية أصبحت هذه المفاهيم والأفكار كلها تعرض بطريقة إلكترونية. وهون إحنا ضربنا عصفورين بحجر، أول إشي وفرنا للمعلمين وسيلة اللي يشرحوا فيها المادة التعليمية للطلاب، وثاني إشي وفرنا للطالب مادة تعليمية بإمكانه إذا اطلع عليها تصل الفكرة بكل سهولة وبكل يسر. بس أحكي إنه وظفنا مئات الأفكار أنا ما ببالغ وما راح أحكي عنها، اليوم راح نمر عليكم بعض هاي الأفكار اللي إحنا قمنا بتطويرها داخل المدرسة. جميع اللي راح تشوفوه اليوم بالغرفة الأربعة كل ما راح تشوفوه هو عبارة عن برمجيات تم إنشائها وتطبيقها وحوسبتها داخل المدرسة من قبل فريق سواء فريق البرمجة أو فريق الصيانة، ونقدم لهم كل الشكر وكل التحية. طبعاً استخدمنا مفهوم الذكاء الاصطناعي في عملية الحوسبة، كل ياكم عم تسمعوا بذكاء اصطناعي ذكاء اصطناعي، هذا المفهوم احنا استخدمناه وحولنا بعض الدروس من مواد جامدة صفحات جامدة حولناها لأفلام فيديوهات راح تطلعوا عليها وتشوفوها من خلال ما يسمى بالذكاء الاصطناعي. مش بس هذه المادة احنا وفرناها داخل الغرفة الصفية، رفعناها على شيء نسميه كلاود، بحيث انه الطالب سواء كان بالمدرسة او كان في البيت بإمكانه يطلع على هذه المادة وبإمكانه انه يستخدمها. أولية الأمر، أولية الأمر بده يدرس ابنه، أنا بجوز أكون ولي أمر مش كثير بفهم بالرياضيات أو ما عندي فكرة بالرياضيات، إذا بحضر الدرس اللي إحنا حوسبناه أنا كولي أمر بإمكاني أوصل هذه الفكرة لابني بكل سهولة. مثلاً حابة أورجيكم مثال من صف رابع، هلا إحنا صف رابع مادة الفصول كثير صعبة، الطلاب بيستصعبوها كثير. كتاب الرياضيات الفصل الثاني رابع، قدرنا نمثل مفهوم الكسور المتكافئة بصورة كثير سهلة وسلسة للطالب. يعني مثلاً هون عندنا الكسور المتكافئة، قدرنا نلاقي طريقة بحيث إنه نمثلهم باستخدام النماذج بطريقة كثير سهلة وواضحة. يسمى عن الكسور التي تمثل الكمية نفسها صورة متكافئة، ويمكنني أن أستعمل الضرب لإيجاد كسر مكافئ لكسر معطى. المفهوم من السؤال ما حاجات الإنسان الأساسية؟ سوف تقوم بضرب الخط الذي يحمل حاجات الإنسان الأساسية. يلا اقرأ. هي جذور تنمي الأسفل لنا ساق ينمي الأعلى ثم أوراق وأزهار، وهذه الأزهار هي من تعطينا الثمار. بطريقة
شيقة وممتعة؟ أنزل الله تعالى القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرقت صلاة إقبال صوره في مكة المكرمة. كان كل فيديو يحتاج منا إلى تقريباً لعرضه من 3 إلى 4 دقائق، لكن بمساعدة الحاسوب تم دبلجة هذه الفيديوهات في فيديو واحد يعرض أكثر من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم خلال معركة المشركين. سلوب الرياضيات دلتا واي على دلتا اكس، بس احنا شو عندنا هلا؟ تحليات فيزيائية، فبتصير دلتا بي على دلتا جي بي 2 ناقص سي 1 على جي 2 ناقص سي 2، تمام؟ ستي اقل علمين خلال فترة ايه؟ كم طلع للبيت خلال فترة ايه؟ ايش الفترة الزمنية اللي بتباطئ الجسم فيها؟ وين بتباطئ الجسم؟ الفترة الزمنية اللي بتباطئ هي الفترة يعني من وين لوين؟ من 10 إلى 4 رفعت ايدها اول واحدة. من 10 إلى 4 سلوب السالم ناقص